هداك اليوم روشان وغسان شافوا بعضهم صدفة بالطريق، ايه وغسان ضغط على روشان بالأسئلة. ايه شو قال له؟ والله ما بعرف، بس سألها كتير أسئلة واضطرت تكذب. يا الله، صحيح قبل ما أنسى، هذا غسان مفكر في بيني وبينك علاقة وشاكك فينا كتير. لا تقوليها. ايه والله. خلص انت هلأ روقي، أنا بقعد معه وبحكي وبنتفاهم، وأكيد رح أشيل هالشي من باله. لك أنت بدك تفضحنا؟ بدك تقوله أنك عملت جريمة والبنات ساعدوك فيها؟ أصحك تعملها أصحك. بلا السخافة يا ياسمين، معقول أعمل هيك شي؟ يا ربي. لازم نتأمل ونفكر ونحاول من كل قلبنا نحرك الحب اللي جواتنا. كل شخص فينا بيقدر إنه يحب ويكون إيجابي ويخلق ابتسامة على وشه. كل واحد عنده طاقة، ولازم يوجه الطاقة اللي عنده نحو الخير ويحارب الشر ويكون إنسان بروحه قبل شكله. وهلأ الكل يسترخي ويتأمل. لا تتأمل كتير، تعمعي بدياك. شو عم تعملي هون؟ بدياك ضروري، قوم تعمعي. لك ما بيصير، مانك شايف العالم عندهم جلسة استرخاء؟ ايه شايفتن، وعن جد مبين عليهم رح يناموا. بس إذا بدك عندي غنية رح تخليهم يصحوا فورا ويرقصوا كمان على ألحانة. معلش تروحي هلأ؟ مثل ما بدك. ها؟ لما بدا يتسنى. خلص اسكتي. وص خلص ماشي. لا ما وجعت لي راسي. يا جماعة بعتذر منكن، انتو كملوا. شفت؟ اسمع الكلام، قلت لك بدي اياك ضروري تخليني عصيب، وخليتني عيط قدامه وزعجت العالم اللي عم يسترخوا. المهم هلا مو هذا موضوعي ابدا. مروان ما بصير تترك اختي هيك لحالها. وانا ما بدي اتركها، بس امبارح بالليل صارت غير انسانه، ما حبيت كيف تصرفت معك. لك انا السبب خليتها تعصب كتير، من وراي تغيرت، يعني هي ما كان بده يصير هيك، بس انا السبب جرحتها، وطبيعي انه البنت تجن وتعصب من هالقصه. وكمان من الطبيعي اني ما احب اشوف هيك بنت مجنونه. يعني مروان ليك، أنا هلأ عم بقول أنتوا لازم ترجعوا تتقابلوا واحكوا شوي مع بعض، يعني ما لازم تتركوا بعض بهالطريقة. لازم تشعلوا شمع من هاد البخور تبعكن وتاكلوا سلطة وتتناقشوا وتتخانقوا، وأصلاً بعدها بيجوز تروقوا وترجعوا لبعض. شو رأيك؟ آسف الموضوع ما نو هيك. أنتوا ذكرتوني بأهلي، نفس الجو السلبي اللي كان بالبيت، أنا ما بدي أرجع عيش بهذا الجو. مروان هيك كل العيال شبك، فيها السلبي وفيها الإيجابي والخناق والصلح، مو معقول يضلوا مبسوطين، هذا الشيء الطبيعي، ومو معقول ما يتخانقوا، هذا طبيعي وموجود بكل البشر، طبيعي. بعدين بدي أقول لك شغلة، أنا حاسة بالذنب لأنه بسببي صار الخلاف بيناتكم، يعني أنتوا كنتوا كتير تحبوا بعضكم وانفصلتوا بسببي وأنا متضايقة، وهالشيء ما بيصير. بعدين أختي تستاهل ولازم تسامحها، أعطيها فرصة وطول بالك عليها شوي لأنها بتحبك. طيب رح حاول رفيف. لا تحاول، برأيي اتصل فيها فورا وإلا حبيبتي عازمك على العشاء. رح أعمل جهدي. يا الله منك، الزلمة مو معقول قديش عنيد وبيضل ساعة عم يتأمل. لك روح وعزمها على العشاء، شو رح يفيدك التأمل هلأ ومدري شو؟ إيش وما بيوجعك ظهرك؟ استغفر الله العظيم على هالزلمة. إن شاء الله معفاية. أنا آسفة كتير على اللي صار معك. لساتك موجوعة ولا تحسنتي شوي؟ ايه أحسن. تعرفي شو؟ بصراحة أنا كنت مفكرة ما رح تقبلي تشوفيني مرة تانية، وخصوصي إني كنت السبب بهالوضع. حكيت مع المدير اليوم، وبسبب الحادث اللي صار معي ما رح أقدر كمل برئاسة أولياء الأمور. طلبوا واحدة حتى بدالي، وأنا اخترت أنسب شخص لهالموضوع. مين؟ أنتي. اخترتيني؟ ليش؟ لا تستغربي، أصلاً بدي اياكي تحسي فيني. وأنا شو بفهمني بهي القصص؟ تتعلمي حبيبتي، ورح تعرفي بعد ما تستلمي قديش كنتي مرتاحة ومبسوطة. لك أنا تركت جوزي من ورا هالقصة. كيف تركتوا بعضكم؟ تعرفي شو عملت معه؟ المنصب خلاني جن، الأهالي والطلاب الأغبياء والقوانين، صرت مشيها بالبيت. قام جوزي هرب وتركني. لكن وهلا اجى دورك، شرفي لشوف كل هالمصايب رح تصير معي. ومن بعد اليوم الكوافير والمانيكور والباتيكور انسيهم، والوقت اللي كنتي تقضيه مع عيلتك كمان انسيه. واذا صح لك بشي يوم وقت فراغ رح تراقبي عيلتك وتبهدليهم. لا انا ما بدي هالقصه، مو ناقصني اتطلق.
بقول لهم ما بدي المنصب وما حدا رح يغصبني وبترجعي انت. اذا ما قبلتي المنصب رح اشتكي عليكي بالمحكمة فورا ووقتها برتاح. المحكمة؟ هلا الله يوفقك. يا ترى هذا الكتاب بيكونوا عاملين منه فيلم؟ لك انت قديشك كسلان؟ اذا كتاب مالك قدران تخلصه كله 200 صفحة يعني بيومين بيخلص معك. بس بتعرف اذا بيعملوا منه مسلسل بينجح كتير؟ ايه والله لازم ينعمل. دهن هون. ليكو غسان خبيني. ايه مين غسان؟ غسان جوزي ليكو وراك. ايه وشو بدنا نساوي هلا؟ ما بعرف اذا شافنا بس لازم نتخبى احسن. تعي 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 اركدي اركدي بسرعة. وطي 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 وطي. راح مو؟ مد راسك وطلع عليه اذا راح. ماني شايف حدا هون، على الاغلب راح. متأكد؟ ايه؟ ها؟ لك ايه؟ ليش هيك لزقان فيني انت؟ شو شو؟ يي استغفر الله قوم. لك شو بكي ياسمين والله ما قصدي شيء. غسان غسان انت فهمت الموضوع؟ لا انت ديري بالك على حبيبك وبعدين تعالي خلينا نحكي باجراءات الطلاق. لك مين حبيبي شبك؟ يا روحي لؤي انت منيح؟ صار لك شيء ضرب راسك هون بالحديد؟ اصحى كثير معك نزيف بالك ما فيني شيء. منيح انت؟ منيح ياسمين منيح لا تاكلي هم، اصلا انا المذنب وبستاهل كل شيء عم بيصير فيني. الحق علي ورطكن معي. اهلا وسهلا. اهلا بالحلوه والله. شو اخبارك اختي؟ شايفتك مبسوطه هلا. اتصل ميرو هو عم يعمل استرخاء، حس اني عم امرق بفتره تغيير وقال لي لازم يطول باله علي ورح يعطيني كمان فرصه تانية لاني انا بستاهل هالشي. انا قلت لك رح يتصل ومعه حق، انت متغيره وهو عرف هالشي بس ما نسي انك منيحه وما رح يلاقي مثلك قام رجع وده. اي عن جد عم تحكي يا اختي؟ طبعا. بعدين انا السبب بمشكلتك انت وياه. خلص خلص رح اعترف بموضوع. بصراحة أنا غرت لما شفتك معه وتضايقت وأنت كانت ردة فعلك طبيعية وأنا حسيت أنه حكيك كتير غريب وما تقبلته لأنه مو مجربة تأمل ولا بعرف عن هالشي. بس لما فكرت لحالي قلت البنت بدها تساعدني مشان أطلع من حالتي وتواسيني مشان صير أحسن. بس أنا ضليت متمسكة برأيي وما رديت عليكي مع أنه أنت بدك تساعديني وبدك مصلحتي. بقى لا تواخذيني أنا صايرة عصبية. وعمر هو السبب بكل عصبيتك مو هيك؟ ايه طبعا هو السبب بس ما بيطلع بايدي شي بعد هالعمر، صعب اتغير. لا هالموضوع ما له علاقه بالعمر بنوب، يعني الطبع بيتغير. يعني فيك تغيري شخصيتك. بالاول لازم تكوني هاديه وتفكري قبل ما تحكي، يعني لازم تروقي وصدقيني رح تلاقي حل سهل مع جوزك وكل شي رح ينحل. يا حبيبتي يا اختي الحنونه منيح انك اجيتي بهالوقت الصعب. ليش ما جهزتي حالك؟ مشان شو؟ مو قلت لك اليوم عامل لك مفاجأة كأنه نسيتي، يلا امشي. معقول انسى؟ بس قلت بدنا نروح على مكان غريب وما بنعرف شو رح ناكل، بجوز ما يكون نظيف وبعدين رح تدفع مبلغ كبير، أنا حضرت كل شيء بالبيت ورح تنبسط، خلينا نتعشى هون. بس مو هيك حابب نساوي؟ أول شيء حابب نتمشى شوي أنا وياكي وبعدين بنقعد بشي مكان وبنتعشى. طبعاً بده يتمشى معي ويخليني أعترف بالجريمة. مالك ليك اليوم وانا نازله على الدرج انفكشت رجلي. ايه طيب منروح بتاكسي. ليك صدقني ما عم بقدر دوس عليها، عم توجعني، يلا فوت. خلص على راحتك. خليني جهز الطاوله قبل ما يبرد الاكل. الو روشان تعي ليكو مالك هون. يلا يلا جاية فورا. تعي بسرعة فورا فورا. غسلت ايديك بالاول؟ والله قبل ما اطلع من الشغل غسلته بس هلا اجيت على البيت، يعني اكيد ايديك بيكونوا توسخوا لبين ما وصلت.
روح غسل بسرعة وخليني أخذ الجاكيت عنك، أحسن ما توسخ الكمام بالصابون. يلا غسل إيديك وفرق بين أصابيعك منيح منيح. شبكي نرمين، شايفتيني صغير؟ طيب حبيبي. يلا روشان فوتي بسرعة، الظرف بجيبة الجاكيت. يلا حبيبتي، غسلت إيدي منيح بالصابون، شو إجي؟ طبعا حبيبي. ليكي وقفي هون ولا تطلعي صوت ولا تطلعي حتى أسعل، ماشي؟ انت اقعد هون وانا رح اقعد هون. ما تواخذني، ما قدرت احضر شغلات كتيرة، بس ماشي الحال. بدك ما تواخذني مالك. يسلمون يا روحي، المهم عندي انه ناكل سوا ومبين انه الاكل كتير طيب. بتحب المحشي؟ هذا انا عملته بايدي وحطيت لك بقلبه، ارفع على طريقتي. يسلم. لحظة خليني صب لك. شكرا. هات عنك. شوفي نرمين، صاير شي؟ لا 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 ما في شي، لا تخاف، بس بدي صب لك يعني عم وجبك حبيبي. عيونك طلعوا فاتحين، وأنا كل الوقت كنت مفكرة أنه لونهم أسود، طلعت مخربطة. ليش واقفة نرمين؟ لا تاكلي همي، خلص أنا بصب لحالي. بصراحة أنا بدي أقلك عن شغلة مهمة. الليمون. يا الله نسيان الليمون، خليني جيبه فورا. شوفي بقلبه. ما بعرف، خدي شوفي. في خاتم بقلبه، معناها مشان هيك هو كان اخذ صورة لايدي، مشان يعرف شو قياس اصبعي. والله أنا كتير ظلمته، فكرت بالزلمة بطريقة كتير غلط. مو أنتي اللي تفكيرك غلط يا نيرمين، هو ما فيك تثقي فيه حتى لو كان بده يتزوجك. ليكي نيته مانا صافية تجاهك، ماشي؟ ولا تنسي الرسالة. بده يطلب إيدي للزواج، وين النية السيئة بالموضوع؟ أنا اللي فهمت غلط. ما رح وافق، بيستاهل أحسن مني. أنا شاركت بجريمة وصرت مجرمة، والزلمة بيشتغل محقق، أنا وياه ما منجتمع، نحن كتير مختلفين. أنا ما بقدر أتزوجه، رح أعتذر. برافو عليك يا حبيبتي، هيك؟ عم تفكري بمصلحة الكل. روحي بعدي هالزلمة عنك، اتركي بأسرع وقت، يلا. طيب كيف بدي أعملها؟ اسمعي لقلك. غسان بترجاك اهدى شوي. لك انت بأنو عين فايت على بيتي؟ إلي على برا. روق غسان، ما لازم تعصب هيك قبل ما تسمع وتفهم الموضوع. غسان اسمعنا مشان الله، روق شوي. أنا شو بدي اسمع أكتر؟ شفتكن عم تحكوا بنص الليل وطالعك من المغفر، شو بدي اسمع أكتر؟ بترجاك لا تحكي هيك، انت عم تضايقني بهالكلام. بس على القليلة عذب حالك واسأل شو القصة وشو يلي خلانا نقرب من بعض. ما بيهمني بنوب هالموضوع ابدا، كل تفاصيل على قدكم ما بتهمني بنوب. احنا ما في بيناتنا علاقه ورح تندم على هذا الحكي، انت عم تظلمني هيك. شبك لك غسان؟ اول شيء سمعنا، الموضوع ما انه مثل ما لك مفكر يا اخي. لا تقول لي اخي خراس ولا لك. خلص اهدى، هو ما له علاقه، مشان الله بس اسمعنا وبعدين عيط على كيفك. ليك انا كنت بالفتره الماضيه متضايقه كتير، وانت كنت عم تسالني شو بكي وشو صاير معك، كنت اقول لك ما فيني شيء، وحتى انت مره سالتني اذا كنت بعدني بحبك مثل الاول، تتذكر؟ وقت قلت لك مشكلتي مو معك غسان، أنا عم عاني من مشكلة كتير كبيرة. واضح واضح، ليك القصة كلها انكشفت. لك حاجة تخبص وتقول إنه في علاقة بيني وبينه؟ غسان عملنا أنا ولؤي غلط كتير كبير. يا الله. لا لا لا، مو لحالنا عملنا، سوا نحن والصبايا. ليك عن جد نحن بعد ما عملنا هالشغلة فكرت وندمت كتير لأني شاركت فيها. رح ذكرك بالسيرة بس ركز معي شوي. تتذكر وقت رحنا لعند نيرمين على البيت وكانت عازمتنا؟ وقت نيرمين حرقت الطبخة وأنا والصبايا رحنا لعند روشان مشان نجيب الأكلة اللي كانت عاملتها. لك إيه غسان، أنا قتل جوز روشان القديم ببيتي، وليلتها أنا والبنات ساعدنا بدفنه. شو؟ ياسمين انت شو عم بتقولي؟ يلي صار
وين الليمون؟ مالك، أنا أخذت قرار مهم وبدي تتفهمني بهالموضوع. شو هالقرار نيرمين؟ خير شوفي؟ أنت شخص كتير منيح، وقفت جنبي بوقت كتير صعب، وهالمعروف ما رح أنساه، وعن جد شكراً كتير إلك. دقيقة، وأنا بدي أحكي معك بموضوع مهم. معقول نكون عم نفكر بنفس القصة؟ أنا قررت أنفصل عنك مالك. قررتي تنفصلي عني؟ باليوم اللي قررت أطلب فيه إيدك للزواج قررتي تنفصلي عني؟ هيك بهالبساطة؟ أنا آسفة كتير. آسفة؟ هلأ عم تقولي آسفة؟ نيرمين، أنا قلتلك من قبل إذا ما بناسبك فهميني من الأول، بس ما حكيتي شي أبداً ولا حتى لمحتي، عم تتصرفي كأنه منحب بعض. أنت كيف بتقدري تكذبي علي؟ بهالفترة كنت عم تتسلي يا نيرمين؟ في حدا بحياتك ما؟ لا 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 أبداً، لا تكذبي بنوب. شو عم تقول؟ هالكذب بلا. الرجال اللي بعت الرسالة. أي رسالة؟ لما إجتك الرسالة حسيت إنك تلبكتي وخفتي تنكشفي، وأصلاً خبيتي عني القصة. قلتيلي رايحة لعند رفيقتك وما خليتينا نحكي أبداً، ومن بعد هداك اليوم صرت كتير تتلبكي قدامي. نيرمين، بترجاكي اعترفي قدامي بهالموضوع، احترمي علاقتنا الحلوة لآخر لحظة، لا تضلي تكذبي علي. بس رح يجي يوم وتحتاجيني ورح تترجيني لساعدك، بس ساعتها أنا ما رح كون موجود. الأسرار ممكن تقلب حياة الإنسان فوقاني تحتاني، ويمكن توصلنا لدرجة الموت، وما فينا نتغلب عليها غير بمساعدة يلي منحبهم. يلا غمضي عيونك ولازم يكون مرتاحين، ماشي؟ طبعاً أحياناً مننجبر نحكي سر كبير ما لازم ينحكى، بس نحنا لما مننجبر نحكي منكون قدام خيار كتير صعب، ومنقرر إنه نعترف بذنبنا مشان ما نخسر اللي منحبهم، بس ما منعرف إذا الإنسان يلي منحبه رح يوقف جنبنا بهالموقف. رفيف كانت عم تحاول تحمي زواجها، لهيك جابت كل شي في كتب تحكي عن العلاقة الزوجية الناجحة حتى تتفادى الأخطاء يلي كانت عم تمر فيها من قبل وتمشي بحياتها للأفضل. وكانت عم تساوي مثل ما كانت عم تقرأ بالكتاب، إنه لازم تخبي العصبية اللي موجودة جواتها وتبدلها بابتسامة دافية ورقيقة. يمكن الدرس اللي تعلمته رفيف كان قاسي شوي، بس كمان كان لازم تمر بهيك تجربة لتحسن حياتها لقدام. وطبعاً رفيف صارت عم تلاقي متعة بتصفح مثل هيك كتب، وكأنها عم بتدور على حالة من جديد بين الصفحات والكلمات المكتوبة. والله أيامك يا رفيف خانم، أنت قاعدة هون ولا همك، مرتاحة ومبسوطة، وأنا عم ساوي قهوة، بس ما أكون أزعجتك. مجنونة؟ وعم تقري من كل عقلك؟ 5 شروط أساسية لإنقاذ زواجك المهدد بالسقوط. لك رفيف، معقولة أنت عم تضيعي وقتك بهالحكي؟ أنت شو بفهمك فيه؟ لك حبيبتي، والله ما عم صدق الشي اللي عم تعملي. بنصحك تقري الكتب كلها. كيف تتجنبين الآن مشكلة الطلاق؟ أو كيف تقاومينه؟ يلي مثلك لازم يكونوا بمشفى المجانين، مو لازمون كتب ومجلات. هون تعرفي ما بصير تذكري كلمة طلاق منوب، بيعطيكي طاقة سلبية وبيخليكي منرفزة دايما. الكتاب هيك عم بيقول، لازم تقولي زواجنا منيح ونحن عاملين استراحة هالفترة، مو أكتر من هيك. بعدين مو كل شغلة سيئة صارت لازم نحكيها لكل الناس، فينا نلعب على الكلمات والمعاني ونتحدى الواقع بشغلات حلوة ونحبها. رفيف قلتي لي معتبره حالك باستراحه مو هيك؟ ايش هالحكي الفاضي؟ انت عم تعالجي المشكله من برا ونسيان الجوهر، هي وحده بدها زواجها يرجع. ليكي اوعيكي. ليش شبهن تيابي؟ والله اذا مو شايفه في مشكله اكيد رح تطلقي وزواجك رح ينتهي، يعني ما حدا رح يتبلى عليكي ويحط فيكي علال. بالله شو بدك يعني، مثل النسوان اللي ما عندهم لا شغله ولا عمله الا نزلت السوق وقصت الشعر والمكياج والكنادر والتياب. اولادي بناتي البيت هن اهم شيء بحياتي. الله لا يقيمك، اصلا انت هذا اللي بتعرفيه، انت ما فيكي تهتمي بحالك شوي مو هيك؟
ديري بالك، الزلمه وقت ما يلاقي شويه اهتمام بيتركك، مثل الغول انت شكلك صاير. كوني انثى واعتني بحالك وحاجتك تعصيب بيرجع لك دغري. هلا أنا شو ساويت؟ مشان الله بس قلي ليش هيك زعلان مني؟ يمكن خبيت عليك القصة، يعني والله لأني خفت، بس خفت تفهمني غلط، وأنا بعرف قديش خطير الموضوع وفي مسؤولية كتير كبيرة علينا. أنت لازم تقدر موقفي غسان، مو هيك؟ أنا نيتي كانت صافية وكنت حابة ساعد روشان مو أكتر، وبتعرف إنه زعلك ما بيهون علي، ومستحيل ساوي شي خليك متضايق مني. أنت بتعرف إني بحبك كتير والله، وما بحب ضايقك. أحكي لك شي كلمة؟ الله يوفقك. أنت بتحبني مو؟ أي بحبك يا مجنونة. لكن ليش هيك قاعد وما عم تحكي معي؟ لا تعاملني هيك، الله يوفقك. أنا متفهم إنك عملتي هيك كرمال رفيقتك وجوزها، والرفقات أكيد لازم يوقفوا مع بعضهم خاصة بهيك وقت. إيه أنا مو هذا اللي مزعلني أبدا. لكن الشي الوحيد يلي ضايقني إنك خبيتي عني القصة من الأول، وإنت كتير عنيدة وبتعملي هيك على طول. لا مالي عنيدة، مو هيك الموضوع، بس أنا وحياتك ما بدي إياك تحمل عني شي وإنك تتورط بهيك قصة بالمرة. إنت عم تفهمني مو هيك؟ ياسمين أنا كتير تعبان، وما بخبي عليكي صار في عندي شك كتير كبير يكون في شي بينك وبين لؤي، وهذا الشي اللي خلاني أيام كتير ما أعرف. ما بدي أسمع ولا كلمة زيادة، خلص بترجاك غسان. بعد كل هالشي وكل هالعشق والحب يلي أنا حبيتك ياه، أنت كيف بتفكر بهاي الطريقة وبتسمح لحالك تشك فيني ولو ثانية واحدة؟ بتتذكر ياسمين؟ أنا كمان صار معي نفس الشيء. إيه صح، نحن وقعنا بنفس المطب، بس أنا تعلمت من غلطي، وما حدا بيتعلم إلا من تجربته الخاصة. صار عندي اهتماماتي حلوة مو؟ حلوة. حلوة عن جد حلوة؟ إيه كتير والله. يعني عجبتك حياتي؟ حبيتها؟ تعرف يمكن هاي الشغلة الوحيدة اللي بتزبط معي هي والخياطة. رح سجل دورة رسم، شو رأيك غسان؟ مو هيك أحسن؟ وبصير برسم أكتر وبشارك حتى بمعارض كبيرة. ما عندي مانع أبدا. أكيد عم تمزح. وليش لحتى أمزح؟ عم بحكي عن جد، مو حرام تكون عندك هيك موهبة وتروح على الفاضي؟ يعني رح يعجبون رسم؟ أكيد. حياتي أنا كان عندي رفيق بالثانوي راح على دورة رسم، وبعد سنة عمل معرضه الخاص. هيك لكان. خلص رح أسألك عن اسم المعهد مشان تروحي. اسأله الله يخليك يا عمري. ليش هيك توترت أنا دغري؟ هلأ الخياطة شغلة حلوة وأنا شاطرة فيها، بعرف لما بحب شغلة ببدع فيها، وكمان بتفنن كتير، كل شي بيخطر على بالي بساوي. لما تعلمت الخياطة كان عمري 7 سنين، تخيل. حياتي. تعرفي إني اشتقت لك. لساتك بتحبني؟ أكيد بحبك موت. آه عمر، وينو ليس؟ بدي روح أنا وياه على السوق. ما فهمت. رايحين على السوق، بدي اشتري له تابلت جديد. عمر، أنت مو ملاحظ شغلة؟ شوف شلون عم تحكي، عندك مشكلة شي؟ لا أنا آسف كتير، هذا من جهاز التبييض، أنا عم بيض أسناني ولازم حطه على القليلة يعني شي ساعتين باليوم. ليس بابا إجا، يلا تعال. ايه وبعدين رايحين على المباراة يعني؟ لا مو هيك، بس سجلت بالنادي وعم بلعب رياضة. عم تلعب رياضة؟ ايه لكان، يعني انا جسمي صاير كسول ولازم ارجع للياقتي اللي كانت من قبل، وكمان الرياضة بتحسن نفسية الواحد، يعني لازم انتبه على حالي. مزبوط. يلا تعي يا روحي، بس لا تعذبوا لأبوك وتصرفوا مصاري كتير، اتفقنا؟ يلا بشوفك. يلا امشي. لك شايف يا أمل؟ يا حرام، من زعله عمر مسجل بالنادي وعم يلعب رياضة الصبح. يا حرام، شفته بيوجع القلب من النحف، صاير رفع الخيط عم ينسلسل. شفتي كيف؟ لك هبلة، شغلي لي هالطاسة اللي عندك. شو قصدك بالطاسة؟ والله بتجنيني اللي عمره ما جن. فهمي علي شوي، بالمختصر جوزك ملاقي وحدة تانية عم تهتم فيه مشان هيك ترك البيت ومشي. لا تصدقيني، اشمعنى هلأ لبيض اسنانه؟ الصبح رياضة والمساء عم يعتني بحاله. انتي وينك؟ بعدك عم تقري بالكتب وبيتك رح ينخرب؟ ايه بس
خلص أنا 100 مرة قلت لك لا تجيبي موضوع الطلاق ببيتي لأنه بتجيبي طاقة سلبية. اسمعيني منيح رفيف، ما في زلمة بالدنيا بيترك مرته هيك، أكيد في مرة تانية بحياته وهي السبب، وأنا وياكي على شرط جوزك تركك لأنه في بنت بحياته، مستحيل حدا يفهم الرجال قدي أنا. هذا الشيء مستحيل يساويه عمر. أنت بغبائك رح تخسري عيلتك ها. لك أنت شو قصتك اليوم أمال؟ أنا وعمر مبعدين لفترة صغيرة مو أكتر، بس عمر ما بيعملها. مظبوط ما بيعملها. شو كل هدول فواتير؟ والله رعبتيني كتير روشان. شو بك نرمين؟ شو اللي خوفك؟ يعني انتي في واحد بيعمل عملتك، كنتي فيكي تسألي مشان اعرف انك ورايي. اوف لا تواخذيني حياتي، ما كنت بعرف انك رح تخافي هيك. والله عم ضل خايفة طول الوقت انه افتح الباب ولاقي كمان رسالة تهديد تانية. نرمين مرقوا 3 أسابيع ما اجاك فيهم ولا رسالة، يمكن وقت اللي كنا بالغابة يكون حدا عرف بشي. ولك لا تقولي غابة، هلأ حدا بيسمعنا. نيرمين بتعرفي شغلة؟ يلي عم يبعت الرسائل مو غايته انه يبتزنا، انا متأكدة عم يبعتهم تسلايا مو أكتر. وانتي شو اللي عرفك؟ يعني لو نيته سيئة كان على القليلة طلب مصاري او شي تاني يعني. والله انا خايفة لانه صار له زمان ما بعت شي ولا حط اي اشارة. والله ما بتعرفي، يعني بلكي الزلمة مات او صار معه شي مو منيح مثلا. شو هالحكي روشان؟ عم قول يمكن، ما في شيء أكيد. طيب اسمعي رح قلك شغلة مهمة، أنت لازم ترجعي لحياتك وتعتني بحالك أكتر من هيك، ولا تفكري بالأمور السيئة، حاولي تلتهي بأي شيء يعني بشغل البيت مثلا. طيب ماشي، هلأ عندي كم شغلة بدي ساويها، ما تواخذيني. وأنا كمان عندي اجتماع بالمدرسة بعد شوي مشان تنظيم الأسرة، المساء ما عندي شيء، تجي لعندي؟ والله يا ريت. اليوم جايين ريهام وجود من أمريكا ولازم لحق نظف البيت وساوي أكل قبل ما يوصلوا. ليش ما قلتي لي؟ والله الشغلة صارت بسرعة وريهام متخانقة مع جوزها. أي زعلتيني، يا ريت فيني أبقى وساعدك، بس صرت رئيسة مجلس أولياء الأمور بالمدرسة، يعني صار عندي مهام إضافية، طلع عندي شخصية قيادية، والله تفاجأت بحالي كتير. بس القيادي لازم يكون منضبط وما لازم يتأخر عن شغله أبداً، ما هيك روشان؟ هيك طبعاً. أنا بدي أروح. طيب سلميلي كتير على ريهام، يلا بشوفك. ماشي حياتي، الله معك. أستاذ لو سمحت أنا متوترة شوي لأنه هاي أول مرة بجي لهون أنا، وبتمنى تشوف رسماتي هدون وبتمنى تقبلني عندك بالمعهد، وأنا بحب الرسم كتير لأنه فيه بعبر عن حالي. شوف بطريقتي الخاصة، أكيد شايف هون شلون رسمة الجبال وراهن الشمس، شايف قديشها معبرة، حطيت كل جهدي فيها بصراحة. هو أكيد اللوحة ناقصة راعي لهالغنمات مو هيك؟ بس ما كان عندي وقت أرسمه. بس حتى بلا أحلى، لأنه الطبيعة بلا ناس أحلى بكتير وبتعطي راحة أكبر للناس، ولا شو رأيك أنت؟ شو أستاذ ما عجبك رسمي؟ مو مبينة كأنها شجرة حقيقية هي؟ بصراحة جوزي هو اللي شجعني إني أجي لعندك وأنا ما صدقت، وخاصة أني عم لاقي متعة كبيرة بالرسم مثل الخياطة وهدون الشغلتين اللي بعرف ساويهم، لهيك أجيت لعندك أنا. الخياطة أحسن شغلة بتساويها. صدقني أنا فنانة وبعجبك، غير شكل، إذا عندي إرادة أعمل شي حلو ما في شي صعب وكل شي سهل، ما حدا بيوقف بوشي. وكمان أنا قلت لك على خياطة، مو أنا بفصل من وقت ما كان عمري 7 سنين. أنت فنانة وعندك موهبة حلوة كمان. عن جد عم تحكي؟ انبسطت يعني قبلتني؟ لا. ليه؟ يعني ممكن تكوني فنانة بالخياطة مو بالرسم لأنه هالشي مستحيل. طيب شوف من يومين رسمت قطة كتير حلوة، أكيد رح تعجبك. ياسمين خانم الرسم بده موهبة وأنت للأسف ما عندك إياها، يعني إذا ما عندك موهبة ما فيك حتى تتعلمي قواعد الرسم الأولية. الأفضلية بالمعهد للناس يلي بتعرف ترسم منيح. شو هالحكي؟ مشان شو فاتح المعهد؟ مو مشان تعلموا الناس اللي ما بتعرف ترسم؟ بعدين لعلمك أنا حدا بيحترم الفن، لهيك أجيت لهون، وإلا ما كنت شفتني. إيه بعرف، بس شو يا أستاذ؟ لكن على أي أساس عم تقول إنك معلم؟ معقول تفكر بهي الطريقة؟ وبلكي الواحد حب يتعلم على كبر هاي الهواية الحلوة، يعني في كتير رسامين على كبر تعلموا هاي الموهبة وصاروا مبدعين. بعدين
عندك فان جوخ مثلاً أكيد بتعرفه مو هيك؟ سؤالي غبي كتير. إيه هذا فان جوخ نحات مجنون كان وتعلم الرسم والنحت، يعني لو ما حدا اعتنى فيه كان ضل شخص مجنون ومعقد وما حدا احترمه. تعرف إنه لو ما أستاذه ساعده وقته وخلاه يرسم كان عم يحاول يقطع أدنه كمان. أنت بصفتك أستاذ رسم لازم تتبنى المواهب مو تتمسخر عليها. لو كل العالم مثلك بيفكروا كانت كل العالم قطعت أدنية وما حدا تعلم الرسم ولا صار فنان. إيه والله معك حق. أنت مالك شايفني صاحبة موهبة مو هيك؟ أصبح أنت شو شغلتك هون؟ إذا بدي إجي ويكون عندي خبرة بالرسم ماني بحاجتك بكون أبدا. خلص من بكرة لكان جيبي معك دفتر الرسم وكل شي رسمتي قبل لحتى أعرف من وين بدنا نبلش. عن جد؟ بكرة؟ بس أنا بيتي بعيد من هون، رح أجيب معي بس لوحة واحدة من اللي راسمتهم أنا لأنه نتقال. إذا هيك بكرة رح أجيب لوحة واحدة معي. شكراً كتير. دخيل قلبك يا حياتي يا عمري يا عمري، شو مشتاقة لهالريحة الحلوة. حبيب قلبي اشلح الجاكيت خليك ترتاح وتنبسط. يلا عالسريع اغسل إيديك مشان نقعد وناكل. يلا يا بطل انت تعي لعندي يا قلب أمك، انت اشتقت لك كتير يا عمري. والله تضايقت كتير لما عرفت انك متخانقة مع جوزك. ايه أمي بعرف. بتعرفي حسيت انك مالك منيحة وانتي بعيدة عني، هذا هو قلب الام. ماشي امي انا تعبانة. طيب قليلي كيفك انتي؟ ها؟ كيف بدي كون؟ انا كتير مكتئبة، راح وتركني، وانتي اكتر حدا بتفهمي حالتي هي، لانك انتي كمان مريتي بهيك تجربة، بابا وعمي حسان. شو هالحكي؟ انا اللي تركت مو هنن. تركينا هلأ من هالحكي الفاضي، فكري بحالك انتي، شو بدك تعملي بحياتك؟ بدك تشتغلي وتبقي هون انت وابنك؟ امي مو معقوله انت، انا بقول لك اني مكتئبه وتعبانه وانت بتقولي لي وين بدك تسكني وشو بدك تشتغلي؟ استني علي شوي لاخذ نفس على القليله وارتاح شوي من السفر الطويل. طيب ماشي، انا بس بدي اطمن. يا ريتك سمعتي مني وما تجوزتي لهالزلمه، يعني شوفي وين وصلتي بالاخر. يمكن انا غلطت لاني اجيت له، احسن شي روح على بيت ريهام. حياتي لوين رايحه؟ معقول تتركيني وتروحي على بيت كرم هلا؟ لانه عن جد ماني طايقه كل شوي تساليني سؤال شكل. خلص بوعدك ما عاد اسالك عن شي. لك بيت كرم صغير، شلون بدك تاخدي راحتك وفي ولد صغير؟ خلص امي. اي طيب بس انا يعني ما حكيت شي حياتي، بدي اطمن عنك وعن ابنك مو اكثر. يلا فوتي لجوا. مو معقول هيك، صار لنا ساعة هون ولهلأ حضرتها ما شرفت. صحيح يلي قبلها كانت صعبة شوي بس ما كانت تتأخر علينا. لا تواخذوني، بعتذر تأخرت شوي. هدول شوي؟ تأخرتي ساعة. ايه هلأ لو وصلت، كنت عم ساوي مساج فاسترخيت ونمت، والبنت تركتني وما فيقتني، وبعدين مدري كيف فقت، حملت حالي وتذكرت الاجتماع واجيت بسرعة. هالحكي ما بيصير، انتي ليش تأخرتي؟ مرقت عصالون سويت سيشوار سريع لشعري، يعني ما بقدر اجي فيهم هيك. طيب نحنا شو هو برنامجنا؟ مطلوب منا انه نعمل اكل للمعلمين. ماشي انا رح وكلك بمهمة تحضير الاكل للمعلمين. ماشي. وانا شو دخلني؟ نورمان شو رأيك انتي تعملي؟ لا ما بقدر. طيب مين بده يساوي اكل للمعلمين؟ والله أنت ما احترمتي موعدك، ومن بعد إذنك أنا بدي أخذ أمي اليوم على الدكتور، وأنا كمان لازم روح أطبخ لزوجي. طيب فهموني مين بده يطعمي المعلمين؟ أنا ما بلحق لحالي. فيك تجهزي لهم شي شغلة على السريع، نحن جاي على بالنا نروح نساوي مساج ونعمل شعرنا كمان. نعتذر منك كتير. عن جد في عالم ما بتستحي، بسيطة. جاية جاية. أمي ليكي بابا شو جابلي؟ بابا ما رحت إلا؟ إيه يلا جهز حالك بسرعة، أنا عم بستناك برا. كيف يعني جهز حالك؟ قصده يسألك معلش اليوم ضل عنده؟ طبعا أكيد. ماشي شكرا كتير. ليكي رفيف يمكن إجيت بوقت غير مناسب، إذا أنا مضايقك بشي بستنى تحت. شو هالحكي عمر، هذا بيتك تفضل. حتى إذا بدك بجهز لك شي تاكله المساء. شكرا كتير بس أكلت سلطة. بس السلطة أكيد ما رح تشبعك. أنا عم بحاول حافظ على جسمي.
مشان الفواتير أنا دفعتهم امبارح. شكراً لك. نجلة عندها اجتماع أولياء أمور الخميس هذا بعد الظهر. بصراحة يمكن يكون عندي شغل بس أكيد بلحق الاجتماع، يعني بحاول إني يكون. وكمان اتصل الطبيب النفسي مبارح وبكرة على الساعة 4 ميستنانا، لساته مهتم بالقصة. طبعاً طبعاً، وأنا كمان مهتم، أكيد منروح. أنا ماني قادر عن أحكي هلأ، في عندي اجتماع. فهمت. طيب استنى شوي يلا. في شي بالشغل بدهم ياني. قولي لليس إنه أنا ناطره بالسيارة تحت، ماشي؟ طيب احكي هون عمر. ألو نعم؟ إيه معك. لؤي؟ خير شو في حبيبي؟ ليش قاعد هون على الدرج هيك؟ طلعت بعدين نزلت بسرعة لهون، كنت بدي روح على الصالون بس ما قدرت، في شي كتير عم بيخوفني بالبيت، ما بعرف كل ما بدي أقدم خطوة لقدام في شي بيخليني أرجع. وليش؟ ما بعرف يا روشان، ما عم بقدر أقعد ولا بأوضة، يعني بكل الغرف عم شوف وشه قدامي. والسبب هو خليل؟ هي روشان، خاصة لما بفوت على الصالون بحس خليل وراي بده يقتلني وينتقم مني. مشان الله قليلي شو أعمل، بدي أرتاح. خلص ولا يهمك، رح نقعد أنا وياك بالمطبخ، شو رأيك؟ هنيك ما في شي أبدا. حياتي شلون بدي أمشي هلأ؟ أنا باخدك مو مشكلة، تعال يلا شوي شوي، تعال يلا حياتي يلا روق، ما في شي، استرخي من هون حياتي من هون. وهي وصلنا، يلا حياتي عود. نحن متوترين هالفترة ولازمنا إجازة طويلة لنرتاح، رح ساوي لك زهورات لتريحك. ما في داعي حياتي، قبل ما أجي على البيت أكلت وشربت لهيك مو جاي عبالي شي. لا تقولها، بتعرف حتى أنا اليوم قضيت نهار كتير بشع، يعني صار معي شوية مشاكل بالمدرسة، ساوت لي كركبة اليوم بكل شي. كان عندي مساج قبل الاجتماع خلاني أتأخر على الأهالي شوي. الله يجعلها أكبر المصايب روشان. إيه بس النسوان هنيك غيورين، عموماً مو مشكلة خليهم ينغازوا شوي. انتبه على إبريق بس لأرجع.